قرر طلبة الدفعة الأولى سنة 1977 الالتقاء بثانويتهم بعد 40 سنة واستعادة الذكريات القديمة بعد أن فرقتهم الحياة، وكل اختار طريقا أوجه بعد سنوات الثانوية. إذن كانت مناسبة وفرصة استعاد فيها طلبة القدماء ذكرياتهم بحنين. ميكروفون عامر بوكتايا. الهدف اللي كنا مسطرينها هو لقاء الأصدقاء، لقاء الحميم الأصدقاء اللي بعد 40 سنة كان اللقاء. نتمنى إن شاء الله بتعود مرة أخرى، وفي الحقيقة ذكرنا عن ذكريات 40 سنة. 7 أكتوبر 77 اللي فتحنا المدرسة كطلبة لأول مرة تفتح الثانوية هذه آنذاك، يعني اليوم عاودنا تلاقينا كاين الناس اللي ما تلاقيناهمش منذ 40 سنة بالضبط، يعني رجعتنا للزمن الجميل، زمن الطفولة، زمن الثانوية، زي زمن الأصدقاء في ذاك الوقت. اليوم تلاقينا الحمد لله كل واحد وين راح في شعوب الحياة هذه. رانا يعني في هذه الثانوية نحتفي ونحتفل ونلتقي بقدماء هذه الثانوية، ونتمنى ان تكون يعني هذه مواصلة لهذه اللقاءات.